هذا اخر احتجاج ان شاء الله يسمعونا ويكونوا ان شاء الله ينصبوا لنا الناس يكونوا في المستوى ويكونوا قادرين باش يسيو النادي تاعنا ويقنع واحد مننا اي مسؤول يجيب اي لاعب اللي نحبوه. حنا مش حنا نجيبوا اللاعبين تاع 80 مليون. لي سيبورتور هما كل شيء، بلا لي سيبورتور ليكيب هذه ما كاينش. نطلبوا ان شاء الله يشوفوا صادير لي سيبورتور ويحقوا لهم صادير الطلبات نتاعهم. هذا حاجه كامل الخير من في الحراش ما داروش، يجي يديروا فينا احنا. وحنا على قسمتنا ما فيهاش الرجاله باش يحطونا واحد من الجزائر، حنا نطالبوا مجلس الاداره هذا لازم يكون هنا في قسمتنا، ما يمشيوناش بالفيسبوك وبالتيبل فايبر ولا يبعثوا لنا دير هكا شي قرعه ما تبعث حسين مسعود. الناس هذو اللي طالب فيها الفريق باش ينحيهم عيطوا لي باش نحكم. ما نطلبوا منهم هما من الجزائر يتنحاو، ما يبقاش قاعد في الجزائر ويمشي في الفريق. ما فهمناش هذا الفريق باللي حكمته هذه الشركه، نورمالمون تكون نعمه يضل لي ولا تنيق مع الفريق. ويعني ما فهمتش انا على ما يخليوش يعني الفريق يعني الناس الكفء اللي تقدر تقوم به.